شكرا كابتن احمد. كابتن وسام مكملين لقاءاتنا ومعانا بقى التغييرين يعني اللي قلبوا المباراه النهارده في الشوط الثاني. مكملين لقاءاتنا معانا مازن اسامه، يعني واحد من التغييرات المهمه جدا النهارده اللي عملت فرق. مازن يعني الف مبروك الفوز، اداء اكثر من رائع، نزلت يمكن انت وعلي نادر في بدايه الشوط الثاني، اعتقد فرقته كتير جدا في اداء الفريق وده بظهر في 11 اهداف في الشوط الثاني. الحمد لله. اول حاجه الحمد لله على الفوز، فوز صعب جدا بس الحمد لله الماتش مشي زي ما احنا عايزين، والتغييرات اللي احنا عملناها الحمد لله فرق كتير قوي معانا، والحمد لله ضغطنا من اول الشوط الثاني ونزلنا الحمد لله احنا عايزين نكسب، واحنا نازلين اصلا عشان نكسب والحمد لله. يعني كابتن احمد، يعني ابرز التعليمات لاهلك وانت نازل، خاصه انكم نازلين في توقيت صعب جدا بدايه الشوط الثاني، الفريق متاخر بهدف. والله يعني احنا نازلين عشان نكسب، نكسب فرقتنا. الشوط الاول يعني ما كناش فايقين كلنا، بس الحمد لله يعني تغيرت، الحمد لله فرقت معانا جامد يعني الحمد لله. الفتره الجايه شايفها ازاي وتساعدوا لها ازاي، خاصه المنافسه بقت صعبه جدا في المرحله دي؟ نركز في الماتش اللي جاي عشان باذن الله خلاص احنا في اخر الادوار وباذن الله الدوري بتاعنا ان شاء الله. شكرا مازن، بالتوفيق دايما ان شاء الله. نكمل لقاءاتنا كابتن اسامه، ويعني صاحب الهدف الاول اللي رجع المباراه زي ما بنقول كده في الملعب علي نادر. يعني علي الف مبروك الفوز والف مبروك الاداء، يمكن نزولك فرق كتير جدا في اداء الفريق، وكمان ربنا كرم مجهودك بهدف اكثر من رائع. اولا الله يبارك فيك، احنا على قد ما تعبنا على قد ما النتيجه بانت، وكمان ان انا كبديل يعني اهم حاجه ان انا انزل واعمل الفرق ده اهم حاجه. يعني كابتن احمد اتكلم معاك في انت نازل، كان واضح ان في اصرار عليك، كان في حاجات متقاله كذا كورنر الحمد لله، يعني في جونين من اثنين كورنر النهارده، فاكيد كان في حاجه متقاله ومتدربين عليها كمان. احنا متدربين على الكور الثابته دي كلها الاسبوع اللي فات شغالين عليها، وبرده زي ما انا قلت لك كده اللعيبه اللي بتنزل لازم دايما تفرق وتسيب تعمل ايا كان جوان اسيست اداء حتى اي حاجه بتفرق في التغييرات. علي يعني الحمد لله مكملين الاول من التصفيات الاولى، ده الدور النهائي، شايف المنافسه ازاي خاصه ان كل الفريق يعني كل الفرق يعني كلها قريبه من بعض في النقط، الفرق عن صاحب تمام المركز العاشر مش كبير قوي، وكل الفرق عندها اكيد طموح وخاصه امام النادي الاهلي زي ما كابتن احمد عبد الظاهر. هو باقي 8 ماتشات والفرقه كلها ما فيش ولا واحد فيه، يعني كل الفرقه موضوع ضربات الجزاء التعادل والحاجات دي برده بتفرق معاهم قوي، وان شاء الله يعني نخلص الماتشات دي بدري بدري باذن الله، وبس ربنا يكرمنا ان شاء الله. شكرا يا علي، ودايما موفقين باذن الله رب العالمين. كمل لقاءاتنا كابتن اسامه، واحد من اللي احرزوا الاهداف النهارده وكان له دور كبير جدا في الدفاع كمان، يعني احرز هدف ولكن طبعا كان من اهم العناصر الدفاعيه النهارده ابراهيم عبد الحكيم. يعني ابراهيم الف مبروك الفوز، الف مبروك الاداء، والف مبروك كمان الجون، يمكن جون جميل من كورنر برده اكيد متفقين عليها، وفي حاجات متقاله كتير في التدريبات. طبعا اول حاجه الله يبارك فيك يعني، وبرحب بالضيوف كابتن اسامه، كابتن احمد ثابت، وكابتن حشيش، نرحب بيهم ودايما على طول يعني بيحاولوا يحطونا في الصوره، فالحمد لله كمان النهارده ربنا كرم بمكسب كبير، وعلى طول اهم حاجه الواحد يكون مدافع ويقدر برضه يفيد فرقته في الناحيه اللي قدام، الحمد لله رابع جول ليا يعني كمدافع، بس ربنا كرم. طبعا متفقين عليها الكورنر يتعمل ازاي، مين على الاولى مين على الثانيه، حتى لما كنا فوق مع مستر كارلوس بيعلمنا ازاي نقدر نستغل الحاجات الثابته في الهيدرز وكل الكلام ده. طبعا يعني في وسط المنافسه والدنيا صعبه، ولكن كمان يعني منحه زي ما نقول كده الهيه بتتايد في القائمه الافريقيه، الجهاز الفني الفريق الاول على طول حريصين ان هم يتابعوكوا، شعورك بقى وانت خلاص انضميت لقائمه الفريق الاول خاصه في بطوله افريقيه كبيره؟ طبعا يعني شعور كبير قوي، ويعني الواحد كان فرحان جدا من بدايه المعسكر والتمرين مع الدرجه الاولى مع كابتن كولر وكارلوس والجهاز كله يعني، بس وتاني حاجه طبعا الحمد لله ربنا كملها على خير بان انا اتايد في القائمه الافريقيه وابقى معاهم ان شاء الله الفتره الجايه واقدر اثبت نفسي معاهم، بس حاجه كبيره قوي كنت يعني اتمناها من زمان. الحمد لله الحمد لله اتحققت، على يمكن متاخر شويه بس الحمد لله جت. ابراهيم يعني بتتكلم انت وزمايلك ازاي، ايه اللي بيدور ما بينكم خاصه زي ما انتم شايفين مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني كمان على طول في حرص ان هم متابعتكم دايما في وصل، كابتن خالد بيه وكمان يمكن مدير الكره مش غريب عنكم كرئيس قطاع الناشئين، بتتكلموا مع بعض بتقولوا بعض ايه، بتحمسوا بعض ازاي، يعني طبعا هدفكم البطوله وانا عارف، ولكن بتتكلموا ازاي على الدرجه الاولى والوصول للدرجه الاولى؟ طبعا احنا اللعيبه الكبيره كابتن الفرقه نتكلم على طول ان احنا نلم الفرقه عشان برده محدش يقع مننا نفسيا، برده الموضوع بيبقى فيه حساسيه شويه لان احنا بنطلع درجه اولى او اللي ينزل او اللي يطلع. طبعا كابتن خالد بيبو لما بنطلع بيتكلم معانا عشان كان معانا 3 سنين هنا، فبرده بيقدر يعني يلمنا ويتكلم معانا كويس، والنهارده كان مستر كارلوس وميشيل يانكون كانوا موجودين، وعلى طول تقريبا كان بيقولوا كابتن محمود الخطيب كان هنا، فعلى طول هم متابعيننا يعني الحمد لله، والحمد لله قدرنا نظهر بمستوى كويس الحمد لله. يعني
الف مبروك الفوز والف مبروك الاداء، وان شاء الله مستنيين منكم اكتر واكتر كمان، وان شاء الله تكملوا مسيره النادي الاهلي اللي دايما رقم واحد باذن الله. ان شاء الله باذن الله، يعني وحققنا البطوله السنه اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله برضه هنحققها السنه دي يعني، ونفضل مكملين زي ما احنا. العفو. كابتن اسامه، دي كانت لقاءات معكم بنهايه مباراه النادي الاهلي وبتروجيت، واول ثلاث نقاط في الدور النهائي باذن الله. الفريق يكون موفق، يكمل اهدافه، اكبر عدد ممكن من النجوم ان شاء الله يكون مع الفريق الاول، ويكملوا مسيره النادي الاهلي، ليبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه، ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن اسامه اتفضل.